هاي أعلى شيء كانت. كنا متفائلين إنه بس نوصل البيت نزرغيت، جينا لقينا البيت هيك حالته، يعني ما بنسكن فيه، وصلنا 22 سنة عم نلم ويساوي ونعمل لبين ما حطينا حجر على حجرة، لك كل غرض اشترينا والله قطعنا من يعني من نفسنا من هذا بس عشان هيك نصير عنا غسالة عنا براد عنا شيء، هلا ما في ولا غرض والبيت مهدود ما بنسكن فيه. نسوي هالحفلة ويجوا إخواتي ويجوا صهورتنا ويجوا إخوات جوزي ونسوي هالسهرات وهالبزق ونغني ونساوي، هلا جيت لما شفت البيت بهالحالة صرت أتذكر هذيك المواقف الكويسة، والحمد لله الحمد لله إنه ما حدا مات منا والله بصبرنا.